أقيمت مؤخرا أمسية مرتلة بعنوان قد وجدنا طريق دمشق في دار الأوبرا بدمشق لأول مرة للمرتل الأرشمندريت نيكوديموس كابارنوس من اليونان، واللي شكل ظاهرة بالآونة الأخيرة على صعيد الترنيم البيزنطي وبمشاركة جوقة الكنارة الروحية البطريركية وحضور غبطة البطريرك يوحنا العاشر وبرعاية وحضور وزير الثقافة. وقد حضر الأمسية اللي تكرر عرضها باليوم التالي نزولا عند رغبة الحضور لنجاحها الكبير، حضر إذن عدد من الشخصيات الرسمية والدينية والاجتماعية، وأشرف عليها مدير دار الأوبرا أندري معلولي. تميز الأرشمندريت كابارنوس بتصوير فيديوهات لترانيمه مميزة جدا بلبنان والخارج، وهيدا التميز كان بيعود ولا يزال لدعم إدارة الإنتاج لأعماله والمحصورة بالأستاذ حبيب داغر اللي بيسعدني حضوره لنحكي عن أهمية الصوت والصورة بإيصال كلمة الله. أهلا وسهلا فيك أستاذ حبيب. أهلا فيك، شكرا على الزيارة. إحنا ناطرين هالزيارة وتشرفنا فيها من زمان، من أول ما بلش تعاونك مع الأرشمندريت نيكوديموس كابارنوس واللي حقيقة يعني عمل ضجة كبيرة بأوساط الترانيم الروحية. أول شيء هيك خلينا نبلش بأجواء الأمسيتين اللي حصلوا بدار الأوبرا بدمشق وأحياهن الأرشمندريت نيكوديموس كابارنوس. شو تناول البرامج برنامج الترانيم؟ الفكرة كانت لأنه بزمن الصوم وثائبت بده يبلش زمانين صوم بين الغربي والشرقي والإخوان المسلمين، نعم. يعني وبيعرف انه هو الشرق في الالحان المشرقيه والشرقيه، مشان هيك استعمل اكثر شيء المقامات القريبه للشرقي بالتراتيل والبروبورتواري اللي نعمل. نعم. وأول مرة بعتقد بيقول شيء عربي، يمكن يا رب ارحم كانت ترتيلة كيريا ليس رتل عادة قبل عمل رسالة بالعربي لما كان كونسرت لبنان حكي بالعربي. نعم. ضمن ترتيلة عم يسلم على الجمهور. كانت يعني البروجرام كان متنوع وقصص بيعرفوها العالم اكيد بالليتورجيا بيزنطية الشرق الاوسط، كان كان الإقبال رائع جدا، يعني لدرجة انه اضطريتوا تعملوا أمسية تانية. صح. نعم. صح. كانوا يعني عادي مدنيين من دمشق او الأغلبية من رعايا الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية؟ كان المفاجئ اول شيء لانه الصرح مدني كبير تابع للدولة، دار الأوبرا طبعا، دار الأوبرا ويعتبر من اهم 20 بالعالم بالنسبة للهندسة والصوتيات والديزاين. كتير نادر يتاخد يعني يقبلوا حدا عندهم يعمل كونسرت او كذا، ما عدا اذا مش ستاندرد معين، بالرغم من الحرب اللي مرقت ما 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 غيروا ب قساوتهم بهالموضوع. هي اول شيء. ثاني شيء، اول مره مش ديني بعتقد، يعني نادرا ما طلع شيء ديني بدار الاوبرا. صح. عادة حتى إذا عمل شيء ديني بيكون عادة عيد الميلاد مع جوقة الفرح. نعم. لأن هذه صارت جوقة وطنية اللي لأنه صاروا كتير مع بقيادة. نعم. أبونا زحلاوي. وعادة بتكون كل العالم مش بيحضروا لأنه هن هنيك عندهم حس الانتماء ككل، يعني بغير. نعم. مفهوم عن نحن كيف صارت الدعوة لإلكم؟ هي من زمان كابارنوس بيقول لي عبالي اعمل شيء بالشام بعد لبنان، من بعد لبنان. ودائما بيقول لي انه من بعد فلسطين اقدم مهد لانطلاق المسيحيه. كمان زار القدس من فتره، يعني من شي شهر بعيد الميلاد كان بالقدس. نعم. عنده كونسرت هونيك. كان يقول لي دائما من بعد فلسطين سوريا هي محل ما توجه الرسول، وانطلقت اكثر من رساله ودعوه بشاره طلعت من هونيك. ولما صارت الحرب بيسأل ويخاف ويسأل ويخاف، لا حتى رأت الأوضاع. نحن كنا على تواصل قبل مع دار الأوبرا أكثر من مرة مرتين مع أستاذ أندري معلولي. أستاذ أندري. نعم.
هو الان كان قبل شكله عرابتي وما بعرف. معقول معقول. هو كان بلبنان مدير كلية الموسيقى بعتقد بالكاثليك او اليو اس جي، اه ما شاء الله وبعدين استلم هناك، وهو دكتوراه اوركسترا ما وهارموني شاء الله. وعنده سيديات اعمال هلا حلوة من كتير. خلالك بنوجه له تحية ودعوة للاستضافة بمريم تي في كمان. ان شاء الله يا رب، لانه يعني التسهيلات اللي تقدمت كانت كتير، ما توقعت بهالسهوله. انا كان قلقي اكثر شيء المعاملات، خصوصا انه كان زاير القدس قبل نعم بوقت، خفت انه ما يتم استقباله بسوريا. انه خفت ما يكون في مشكل. بالعكس، يعني الموافقه الامنيه كان المفروض بدها 27 يوم، طلعت بثلاث ايام. كان انا بعدني بسوريا بعد ما قدمنا الابلكيشنز للفريق، ودغري لانه للصرح وزاره بعتقد الثقافه للكهنة غير وضع الكهنة والمطارنة، وشيوخها حتى كلهم بيدرسوا هن فقه والشيوخ عندهم وضع ولاهوت استثنائي. بالقدس. ايه، ما كان في مشكله. هلا المشكله هي كانت العالم شو بدها تحكي، نعم انه جاي من هونيك لهون، هيدا كان خوفنا. بس ما دام طلعت الموافقه من جهه رسمية، السلطه، نعم ما عاد مجبورين عندك. ليفوتوا، لانه ما فيهم على الحدود يطلعوا فيزا اذا ما في طلب وراهم نعم على الحالتين. لأنه يوناني. يونان هن اوروبيه نعم صح. كان يعني هيدي اكبر عقبه تخيلتها، يا معقول تقضي على كل شيء؟ طلع لحظتها انحلت، هون بلشنا الركض، لانه طلعت انه عن جد بدها تصير القصه. انا نعم كنت ناطر انه يطلع لي شيء مشكل. مشاكل تقنيا انت مسؤول دايما عنها، انت مسؤول انك تأمن له الصوت والإضاءة اللي هو بيحلم عنا فيها اور اون يعني، اكويبمنت، يعني وهيدي انت بتاخد معه هو الايكويبمنت باليونان، تبعه. عنا الاكويبمنت تبعنا وين ما بنروح مع مهندس الصوت، وبنوصلوا على السيستم الفانيو يلي نحن فيه. نعم وهيدي كتير بتخفف علينا اعباء وشروط وطلبات صح. من الاورجنايزر، يعني مشان هيك نحن بنكون دائما اهون التحضير معنا قبل ما نتابع رح نشوف يعني بعض المشاهد من أجواء الأمسية وبنرجع بنكمل. رسالة شخصية من أبونا كابارنوس، لأنه هو ما بيحكي غير يوناني وإيطالي. ما صدق شو شاف بسوريا لما أجا، قد ما خوفوه قالوا له في حرب ووضع صعب واضطهاد وكل ما هنالك بالإعلام الغربي. قال لي محل ما ماشي شاول بدي أمشي. ولما أول ما صار التواصل مع دار الأوبرا كان من احلى التسهيلات ومن احلى المعامله اللي اجتنا بين كل البلاد اللي سافرنا عليها.
قال بدي اجي بلا تردد، وحتى فريقه كانوا نازلين وخيفانين وعنده اولاد وعيال باليونان ومفكرين القصف والى ما هنالك. ما صدقوا شو شافوا قدامهم، ما صدقوا قديش في عالم بعدها موجوده بارضها. مشان هيك تاني ليله قال دغري نعمل تاني ليله، ان شاء الله تنبسطوا بهالليله. رسالته بسيطه ورسالته معروفه، وهي رسالتنا كلنا. قد ما كانت سوريا جرح، هي كمان علامة ما بتتغير على هالكوكب، وهي مهد الحضارات، مهد يوحنا الدمشقي يلي هو أعطى الأسس للموسيقى البيزنطية يلي بيعرفوها بكل الكنائس المشرقية. إن شاء الله تنبسطوا. شفنا شوي من البدايات وكلمتك ببداية الأمسية، شو الفرق بين أنه يرتل الكونسرت بالكنيسة أو أنه يرتله بمكان عام بمسرح عام مثل دار الأوبرا مثلا؟ هل يعني إذا بدنا نلعبها ذكية بتجذب أكثر مؤمنين بعدين للكنيسة، أو بتجذب مؤمنين ما بيروحوا على الكنيسة يجوا يسمعوا كلمة الله؟ هلأ هي في إلى هدفين. عادة لما من بتكون كونسرت بكنيسة بتكون دعوة من رعية. نعم. بلبنان أول مرة زار لبنان كانت بكنيسة مارجيريس بالجديدة سنة 2016. نعم. كان زمان الفصح. مرة بمدرسة الأنطونية بروم. الأنطونية هذا كان كونسرت. كونسرت كبير ضخم. يعني يعتبر مدني ما دام طلع من صرح أرثوذكسي، لأنه بصير وقتها بدك موافقة مطران وبترك إذا جوات صرح. هذا كان سؤال على فكرة، إنه بده إذن مطران ليطلع يعمل كونسرت برات بلد وبرات رعية. دائما إذن مطران سموها بركة، يعني بياخد بركة البركة والناس مين بده ياخد محله بكنيسته ورعيته طبعا لأنه عنده رعية سفره وغيابته. نعم. وغيابه. الشغلة الثانية عادة لما بالصرح المدني يعني بيكون الهدف منها أكتر هي نشر الموسيقى البيزنطية كموسيقى كنمط موسيقى، مثل ما بيقولوا لك أغريغوريان أدود حلبية أو الموسيقى البيزنطية كريبرتوار عم يسمعوه عالم، حتى في منهم ما بيفهموا يوناني، في منهم ما بيفهموا عربي، بس هي انبثقت من الموسيقى الشرقية أصلا. صح. نعم. معظم المقامات والنقلات والعرب والمودز بقى لما بيكون صرح مدني بيكون أكيد الكاباسيتي أكبر. نعم. بيكون عنا حرية أكتر نتصرف بالتسويق وبالإعلام، لأن بيكون وقتها هو خارج نطاق مسؤوليته الكنسية. ما فينا نقول كنيسة عم بتبيع تيكتس مثلا، ما عدا إذا أورجنايزر على عاتقه عامل الإيفنت، وقتها بصير هو مع المطرانية متفق شو الكوست. بس هذه أول مرة بينبيع تيكت على حد علمي. بينبيع تيكت كل اللي عملهم بلبنان حتى لو برات الكنيسة كانوا لكل العالم. لا كان في تيكت الكونسرت تبع لبنان تبع الأنطونية، لأنه كان برايفت برودكشن
بس هو حتى صرح دار الأوبرا كان إيفنت، لأنه برعاية دار الأوبرا تسعير هو من قبل الدولة، تيكت وحدة ما في، يعني مش برايفت برودكشن لحتى البرودوسر يقرر قد ايه بده يبيع وقد نعم ايه بده كاباسيتي. نعم طب هون يعني قطع عن حديثك يتبادر الى ذهن المشاهد انه ليش ابونا بده يقبض مصاري، شو بده يعمل فيهم؟ ما هو نادر الفقر. هو مش لاله عم يروحوا للفريق اللي معه، لانه الفريق اللي معه عنده فول تايم جوبز باليونان، ونهار اللي بيعطلهم ليسافر معنا ويرتلوا معه بدهم يقبضوا بدلهم. في كلفة الطيران، في كلفة التحضيرات اللوجستية إن كان إضاءة، الموظفين اللي عم يشتغلوا معنا بدار الأوبرا هول كمان كان وقتها ثابت، لأنه نهار عطلة 3 أيام بالشام قبل الكونسرت تبعنا، بقى إجوا هن 3 أيام اشتغلوا لأن كنا عنا تحضيراتنا. نعم هول التكاليف اللي بدها تروح. هو لقاله ما هو عنده يعني باليونان كأبونا عنده مأمن من قبل الكنيسة معيشته وكذا، بس باقي القصص الكوست مين بده يكون مسؤول عنه؟ نعم حضرتك درست موسيقى بيزنطية، وبدي أفهم منك بس هل تتطور الموسيقى البيزنطية مع الوقت؟ يعني كيف تطورت؟ هيدا جدل بيزنطي عقيم، نعم هيدا مثل ما بيقولوا. في البيزنطي التقليدي يلي في عالم بيقولوا لك اذا زحت عنه نوتة وحدة خلص بكفروك يعني اذا بدك، وفي يلي بيحبوا يطوروا، لانه الموسيقى يعني مثلا دائما هيدي نكتة بين مثلا الموارنة والكاثوليك او الارثوذكس، قداس كون ساعتين ونص، قداسنا نص ساعة، لانه هيدي كلها طقوس عبادة وانبثقت من قبل المسيحية، كانت هاي الألحان أو العادات أو السيمبوليزم بالأداديس من الوثنية ومن التاريخ اللي موجود بالمنطقة هون. فكرة المذبح وفكرة هولي كلهم عادات متوارثينها من قبل وجود المسيحية، وانصهرت بعبادة المسيح، السيد المسيح. بقى اللي بده يطور يعني في ترتيلة فيها تكون ربع ساعة، وفي يعمل منها هو ب3 دقائق بمدى صوته يلي العالم بيحبوه. ما فيك تيجي تقعد حدا ربع ساعة يسمع لتوصل ترتيلة للبارت واحدة. الحلو. هلا يلي بيحب ويلي بيسمع عادة بيزنطي، انا من صغري بالبيت حاطين بيزنطي بقى معود، قد ما مغطت الترتيلة وقد ما ضلت في 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 عندك ترتيل 50 دقيقة ديديس كاملة، يعني جلسات صلاة سهرانيات بالعكس بتجيب وتلازماتها. لك سلام اذا انت ايه بتحبها. ايه وفي عالم انه لا بدهم يسمعوا الصوت دغري، ما بدهم يسمعوا لا المقدمه ولا الايسون ولا النصوص اللي بتمرق بالصلاه، هيدي ما فيك تجبر يعني مشان هيك بالصرح المدني اقل من الصرح الكنسي التركيز على الابعاد الدينيه للموسيقى. يعني معنا كورال، معنا فريق تصوير كذا، في بروجرام معين بده يترتل، العالم بيحبوا الشرقي بهالبلد، عالم تاريخهم كذا، مثلا رومانيا رجع البيزنطي لقلهم بعد الاتحاد السوفيتي من شي 30 سنة، نعم شي جديد عليهم، شي قريب للغتهم، ما في عرب او شرقي كتير مثلنا. بقى مشان هيك الهدف هو نشر الموسيقى كمش يعني كموسيقى يسمعوها الكل. نعم صحيح. أنا مثل ما ذكرت بالبداية في إلك فضل كبير بهالشهرة اللي حصل عليها قرش مندريت، لأنك أنت مسؤول كدعم مباشر بالإنتاج عن الصوت، الإضاءة، تحديد الأماكن اللي بده يصور فيها الفيديوهات. يعني عملت له فيديوهات بلبنان رائعة، خصوصا أنه جغرافية لبنان بتساعد. خبرني شوي عن هالتفاصيل يعني هو صوت وانت القصص اللوجستية، صح، عملته مثل فريق كومبينيزون، فريق ايه. حلو عمل طلع منه انتاج رائع. صح. هلا هو علاقتنا بترجع لورا كتير اذا زمان يعني وكان استاذك مثل ما خبرتني صح بالموسيقى صح حتى كان هو مدني وقتها، يعني بعد ما رسم قبل ما خوري. يفوت نعم على الرهبنة وجبل أثوث. هو بيوثق فيي لأنه بيعرفني أنا كتير عنيد، ومش انه مين ما ما اجينا بتتساهل محل، بالشغل. ايه ايه انه مين ما اجينا محل يلا منروح، ايه هيدا مهم، ايه هيدا محل حلو. في قصص دائما بده يضل محافظ على صورة معينة، خصوصا انه هو ابونا، يعني نعم ما فيني كبه بمسرح وراه مثلا دعاية مالبرو، ما عدا اذا هن سبونسر صرنا مصيبة اكبر. نعم بذات الوقت كمان ما فيني غرق السوق بهالبرودكت، لانه كمان توصل لمرحلة بتحرق هالبرودكت. صحيح هلا اجت الكورونا
نشفت كل ال منيح اللي كنتوا عاملين انتاج كبير السبلاي. قبلها. ايه صح، اكيد صرنا اونلاين اكثر، زاد الضغط كتير اونلاين. عم وهو يسمعوا عم ينقل اداديس، يعني هو اللايف فريند ستريم. معي صح على الصفحة، شوف صح انه اداديس ومنقولي صح دايما اونلاين على الفيسبوك. خصوصا بالكورونا، يعني مثل الدكاترة مثل اللي بيشتغلوا بقطاع الصحة هو معرض لكتير عالم بالأداديس. من نعم أول ما طلعت الكورونا صار عنده مصيبتين، إذا حدا بين نعم العالم عادي منه بيعدي العالم الأبرشية، وإذا هو كان لاقط بده عدوى يعدي بده كمان. يعدي اللي معه، نعم خصوصا إنه معه كمان الكورال و سو وقتها قررنا انه توقفوا. نفضل الكنيسه. هلا هو كان قرار من الكنيسه كمان نعم باليونان، يعني بنشكر الله. انا تخيلتهم شوي يكونوا متزمتين اكثر، بس لا دغري اخذوا قرارات انه تفضل كنايس. قال لي بنعمل لايف ستريم اديديسنا، اذا هيك ما بدي اوقف اديديس. قلت نعم له تمام. وهو حتى نزلوا اونلاين، يعني بينسمعوا بعد ما يخلصوا حسب كل عيد وكل ويك اند وكل وعظه وكل مناسبه. نعم وخفت الكورونا وقررنا انه في يعني في حد قديش بدك تنطر توقف حياتك كرمال جائحة عالمية ما رأيت، وامتى بدك ترجع شوي شوي تمشي الدواليب، لأنه الوقت اللي راح ما راح يرجع. يعني 100% صار رايح يمكن شي 3 سنين من عمرنا ونحن ما منزيد عملنا فيهم شهرين شيء، راحوا دعان. وبقى ما بقى يعني رح هلا نبش. مستقبلا رح تنتجوا تراتيل جديدة ورح في تصوروها شغل وين؟ كتير، نعم في شغل كتير نشكر الله، في تصوير، في باليونان، لبنان، سوريا إذا الله راد. حتصوروا فيها فيديوهات غير الريسيتالات. إيه نعم إذا الله راد، خصوصي بعد أول زيارة، لأن كان يعني أكتر معالجة نفسية، لأن نوعا إنه نزلوا على سوريا للفريق. هو كان هو منه أخي، هو حاضر هو أخبار من كل بالنهاية المصادر، يعني حاضر للرب، شو ما شئته بده يعملها، صح ما عنده صح خوف. بس الفريق العمل والفريق العمل بقى. الحمد لله مرقت على خير. أنا بدي أتشكرك كتير، شكرا. ومع ختام هالفقرة المباركة بنرجع منتابع شوية مشاهد ومن بعدها بريك ومنشوف الضيوف الجدد. Whoa, whoa, whoa.